21/10/2014 جولة داخل حاجز أم الميادن لمؤسسة يقين الإعلامية. ها هم أبطال الجيش الحر عن مرابطون داخل حاجز أم الميادن بعد تحرير صباح 21/10/2014. الله أكبر والعزة لله. خاص مؤسسة يقين الإعلامية حاجز أم الميادن. ها هو حاجز أم الميادن. ها هي إحدى العربات التي تم اغتنامها من عصابات الأسد داخل الحاجز. نحن الآن على الاستراد الدولي مكان تمركز عصابات الأسد المهزومة. ها هي متاريسهم وخنادقهم على أعلى الساتر. الله أكبر والعزة لله. مؤسسة يقين الإعلامية. ها هي ها هو جمرك نصيب الهدف القادم لأبطال الجيش الحر بإذن الله. الله أكبر والعزة لله. مؤسسة يقين الإعلامية 21/10/2014 حاجز أم الميادن. ها هي إحدى العربات المدمرة لعصابة الأسد. ها هو أحد إعلامي مؤسسة يقين الإعلامية أثناء تغطية الحدث. مؤسسة يقين الإعلامية وتغطية تحرير حاجز أم الميادن بتاريخ 21/10/2014. ها هم أبطال الجيش الحر على الاستراد الدولي بعد تحرير الحاجز. أبطال الجيش الحر. ها هي إحدى دشم عصابات الأسد. الله أكبر والعزة لله.